السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا وصفة هندية جميلة جدا للشعر العاجز، وهي الحلبة. الحلبة هنجيب كوباية، نص كوباية مية كده، وهنجيب معلقة، وهناخد معلقتين كده، ونبيتها من بالليل للصبح. الحلبة الحصى بيتناها، شوفوا بقى شكلها عامل ازاي اهو كده. هنقوم بخلطها في الخلاط، هنخلطها في الخلاط. هناخد الحب اللي فيها كده ده ونخلطه في الخلاط. لو احتاجت حبة مية صغيرين كده بنحط لها. خلطنا الحلبة في الخلاط كده، ننزلها كده بالمعلقة. خلطنا الحلبة، بصوا عاملة ازاي. هنضيف عليها معلقتين لبن، معلقتين لبن او حليب. كده عشان في ناس بس بتقول على الزبادي لبن، ده حليب او ايه، او اللبن بتاعنا في بتاع المصريين. كده هنضيف كمان عليها زيت اللوز. معلقة من زيت اللوز كده، كمان هنضيف عليها معلقة عسل. انتوا عارفين ان العسل مفيد جدا للشعر. مش بنقلب كويس كده لحد الخليط ما يندمج مع بعضه. بنغسل الشعر وبنغلغلها في فروة الرأس، يعني لازم دي تدخل في فروة الرأس وتقعد 4 ساعات. وصفة ممتازة جدا يا جماعة الوصفة دي. البنات اللي هي عندها تساقط في الشعر وشعرها عاجز مش بيطلع، الوصفة دي جميلة جدا، وصفة ممتازة جدا. ممكن نخففها شوية بالحليب، بس انا مش عايزاكم تخففوها، انا يعني بخاف ان هي تتساقط منكم. انتوا عارفين ان الحليب برضو مفيد جدا ومهم جدا للشعر، بيقوي الشعر وبيطوله. برضو الحلبة دي ممتازة جدا. الشباب الرجالة اللي عندها شعر مش بيطلع العاجز ده، ان شاء الله الحلبة دي جميلة جدا يا جماعة، وصفة ممتازة جدا. يعني هتستعملوها مرة واحدة في الاسبوع بس، هتستمروا عليها يعني كل اسبوع تعمليها مرة، وتفضل على راس على شعر نضيف 4 ساعات، تتغلغل في قلب الفروة وندعكها كده شوية، ندعك الفروة فروة الشعر، ونلبس عليها اي كيسة اي ستريتش. الوصفة دي ممتازة جدا يا بنات، جربوها. اللي عندهم شعرهم بيتساقط من قدام، اللي عندهم الشعر مش بينمو خالص، وصفة الحلبة دي وصفة الهنود، وصفة الهنود اللي بيستعملوها على طول، ما بيستعملوش حاجة غير الحلبة. شوفوا معلقتين عملوا قد ايه. وبعدين احنا بنعمل حاجاتنا من بيتنا، حاجات مفيدة جدا. وصفات ناني التجميلية كلها وصفات مفيدة ومهمة، ولازم كلنا نجربها. وبتمنى منكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتشاهدوا القناة من الاول للاخر عشان تستفادوا بالوصفة، ان الوصفات دي وصفة ممتازة، وصفات طبيعية، وصفات من بيتنا، مش بنشتري حاجة من برة. كل ده من يعني عندنا. انتوا عارفين الاعشاب والحاجات دي مهمة جدا للشعر، بتغذي الشعر وبتقويه، وكمان بتخليه ينمو. نستعملها على طول 4 ساعات على شعر نضيف مغسول، محطوط عليه استريتش وملفوف،
واتمنى لكم ان انتوا تشاهدوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، لان رأيكم يهمني، واتمنى منكم ان انتوا تشاهدوها وتعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في الوصفة الجاية.